talking about a game full of joy and talent ليبدأ اللعب شوف روح المرابط ليني صفى الحكم ننسى وحجم الخصم فارقنا يتقدم والعالم عنه يتكلم قولوا 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 معايا عنه الفوق وعلوا رايا علي علي جو رايا فوز اليوم وقايا ليني صفى الحكم ننسى وحجم الخصم فارقنا يتقدم Numéro 7, Ismaël Takite. Numéro 10, Adam كانت وضعت المنتخب الوطني بالمجموعة الخامسة إلى جانب المغرب وأفريقيا الوسطى وبوروندي بل ندية وسخونة واندفاع هنا دكة طبعا لهذا المدرب هنا طبعا المقصة الرئيسية رئيس الاتحاد الموريتاني كرة القدم أحمد اليحيى وهدف الأول في أول عشر دقائق مؤيد بكرة زاحفة لكن تصطد من جدار صده كثيرة في هذه الكرة هنا طبعا حتى الآن يحقق ويكون طبعا أنت حسني ظني كرة خطيرة السلام ما تزال السلام ولكن لم تدخل لم تلج الشباك في رأي الحكم والجماهير تطالب بهدف أول الذهني والبدني والتكتيك عوامل كلها تحتاج كرة قدم كرة جميلة 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 وركنية ما تزال على أرض الملعب يا السلام عبد الجواد مالي ينهي الشوط الأول بمباراة ليبيا موريتانيا الودية هنا على ملعب شيخة بيضية بتعادل سلبي بين المنتخبين نلقاكم في الشوط الثاني قدم صولي وحاول إلى الطاهر محمد والكرة تبعد حذري أخرى عن طريق تقي الله الدنا مؤيد اللافي مؤيد كرة جميلة 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 خطيرة 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 وممتاز من الدفاع مصطفى جاو كثرة ليبية في مناطق الهجوم كرة جميلة صالح حذاري خطيرة 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 يسدد فوق المرمى بالإضافة إلى يعقوب عثمان كرة طويلة رأسية وعبد اللاعب رقم 6 مهند أبو عجلة تبديلات لل من طرف الكرة خطيرة السلام تسديدة من طرف عبد الباء ولكن لم تدخل شباك المنتخب الليبي هنا طبعا الحضور متميز الإعلام كبيرة عبد علي بيت يقيب كذلك المباراة بسام يقيب كرة خطيرة السلام والنامون جاو الكرة مباقتة من مهند هذه لحظات بتعادل سلبي 0-0 بين المنتخب الوطني المرابطون وشقيقه الليبي على هامش أيام الفيفا وفي ظل استعداد المنتخبين للتصفيات القادمة ليبيا موريتانيا تعادل سلبي على ملعب شيخة بويضية بالعاصمة نوابشوط تقبلوا تحيات المختار السباعي وإلى اللقاء والله اكيد الكره الموريتانيه كره متطوره حقيقه واحنا كنا متخوفين طبعا من المنتخب الموريتاني
طبعا احنا اليوم ينقصنا عدد ممكن قريب 6-7 لاعبين طبعا عندهم ارتباطات في الأندية في أوروبا وفي الدوريات العربية. طبعا اعطيناهم الإذن ان ما يكونوش معنا. اغلب اللاعبين اليوم نعتبرهم لاعبين محليين، معناها ممكن في 4 أو 5 لاعبين محترفين. اعطينا فرصة لعدة لاعبين، الأجواء كانت جميلة، المباراة كانت نوعا ما معناها مش بالصورة المطلوبة. الشوط الثاني ربما الفريق الليبي كان مستوى أحسن، الشوط الأول ما كانش، طبعا عامل الإرهاق وعامل الرطوبة ممكن أثر الفريق. أنا نقول المنتخب الموريتاني إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق، منتخب متطور إن شاء الله، وإن شاء الله يكون في الموعد في قابل المواعيد إن شاء الله. مباراة تحضيرية لمنافسات كاس أمم إفريقيا، وكانوا لاعبين جدد المدرب يكشفهم، والحمد لله اللي كانت مباراة جيدة، وكنا مالي ضد خصم جيد. معدل المباراة في المغرب عدو تعادل، ما كانت مباراة سهلة، والحمد لله عودتين، الحمد لله العودة ميمونة، الحمد لله وإن شاء الله تعود قاضبة إن شاء الله للمنتخب، ونسهلوا المرة الثانية إن شاء الله للنهائيات إن شاء الله. نحن والشعب الموريتاني شعب واحد، زي ما تعرف غياب النسق في ليبيا، غياب الدوري، وزي ما تعرف حاجه صعبه، هذا كل الرياضيين الموجودين ما يلعبوش في دوري، غياب رتم المباريات. يعني حاولنا، يعني منتخب موريتاني منتخب قوي، شارك في كاس افريقيا وكان قوي للمنتخبات، الحمد لله استفدنا منها مباراه اليوم. يعني هارد لك للطرفين، يعني الكل الاثنين كانين يلعبوا على الفوز وما حالفش الحظ في الطرفين، فالتعادل يعني مرضي لنا نحن ولهم هما، وما فيش حد زعلان سوى الجماهير اللي جات، جمهور موريتانيا الشعب الطيب اللي استضافنا يعني بكل ود وبكل محبه، ونتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله في القادم. On va dire que ça a été un beau match. Après, on a essayé de mettre les ingrédients pour que Nadal, on va dire, un beau match. Malheureusement, on a eu quand même des occasions et on n'a pas su concrétiser. Donc, on va dire, on n'a pas eu de réussite ce soir. Mais bon, c'était un beau match. Ça faisait à peu près un an qu'on n'avait pas joué ici. Donc, c'était bien de retrouver la Mauritanie, de retrouver ce monde qui est venu nous voir. Et comme d'habitude, le public a été à la hauteur. Donc on les remercie de leur soutien. Maintenant, c'est à nous de faire en sorte pour le... Dans un mois, on a les matchs qui commencent à Maroc. Il y a un gros match qui nous attend au Maroc. Maintenant, c'est à nous de faire en sorte de pouvoir faire un bon résultat, Inch'Allah, pour pouvoir entamer cette qualification de la Coupe d'Afrique au Cameroun, Inch'Allah. Il y a beaucoup de... Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on a beaucoup de difficultés à marquer des buts. On a des occasions. Peut-être qu'on doit encore... plus travailler offensivement, donc c'est ça qui nous pêche. Maintenant, voilà, là c'est à nous les attaquants, à commencer par moi, de continuer à travailler devant le but. Ça paiera, Inch'Allah, on les mettra au fond.